اليوم اليوم عملوا 4 غارات بقلب رفح. عم ببلش يمهد لهذا الأمر. بدي يروح نتنياهو لرفح. ونتنياهو رايح للآخر. وأنا ولا غيرت رأيي للحظة من هون. البعض يقول جمعة وعشرة أيام ولا للحظة. ولما حددت من بعد 10 أذار وبالطالع حنشوف تصعيد غير متوقع بالأقليم وكذا. وشفنا هلا مع الإيران ومع غيره. وهلأ حيروح لغاية رفح. مختلف مع الأمريكي بشكل العملية. ولكنه الأمريكي مغطي. الأمريكي منه رافض العملية ضد رفح. والمصري حذر ولكن شو ممكن يعمل ما بعرف. بالأمن على مستوى الأمن القومي حيخسر بعدين المصري إذا ما تدخل أو إذا قبل بالأمر الواقع. لأنه حيصير مجازر مهولة إذا حصلت معركة رفح. وعلى فكرة المقاومة عند السنوار وغيره أنه ما حدا يخاف. ما تحاولوا للقيادة السياسية اللي برا أنكم بينوا أنكم فزعانين من الدخول. خلي يفوت الإسرائيلي على رفح. ما جرب على خان يونس وجرب بمناطق تانية. وبعده امبارح طلعت رشقة من شمال حتى من الشمال. مع أنه هلأ عم بيعمل شغلي بلش يعمل أوتوسترادات وعم يشق ويعمل قواعد بالنص ليفصل الشمال عن الجنوب تماما. ولكن لا الإسرائيلي مكمل. وقد يذهب أبعد مما هو قائم في الجنوب. يعني هلأ سمعت أنا وجاي وزير الدفاع الإسرائيلي أنه اقتربت لحظة أن صحيح. نكبر صحيح. الرد طبعاً معش فينا نتحمل لا إبعاد ولا طبيعة الخاصة. صار في نقلة نوعية بالمعارك اللي حصلت. معلش اللي بيفهم عسكر بيفهم زيز. ليش إجوا هالطيرتين اللي نزلوا بعرب الأرامشي؟ مش رد على البعض انه اذا انت ضربت المسيرات لكن في انواع اخرى من المسيرات قد تستخدم من جغرافيا تانية ما بتقدر انت تصيبها. واكبر دليل انه نزلت ونزلت وروحت 17 اسرائيلي اللي 9 منهم بعد هلا بحاله الخطر وما كشفتهم. ولا المضحك المبكي انه وحده من الطائرات ضربت بطارية الدفاع الجوي اللي مفترض هي كاشفة كل المنطقة من عند صور لتلحيس هالبقع إذا في أي محلقة إن هي تضربها. ما كمان في رسائل بالنار الإسرائيلي. ليش عم لك مش مهم هو الصغار اللي بيحكوا على الإسرائيلي كيف بيقرأ. طيب ما حدا ملاحظ إنه صار في نقلة نوعية بطبيعة هلأ ومبارح استعمل صاروخ الماز يعني بلشنا نتجاوز الكورنات المعدل للاشتباك. هلأ بتضل مسألة هندسة الاشتباك والوقع على ما هي عليه بانتظار شيء ما أم تتوسع أكثر. طالما بغزة شيء غالي طالما نحن هون حتضل وطالما الاحتمال بالتوسع. هلأ شو كمان ممكن يحصل على المستوى المحلي وعلى مستوى الأقليم؟ الإسرائيلي حيضل يطارد اللي سميت عن الأهداف المنطقات بعناية عنا في لبنان على الساحة اللبنانية. وممكن تفاجأ بأي يوم كمان رجع لعمليات معينة على الأرض السورية سواء لا يضرب محاولة إنزال أسلحة أو أي شيء غيره أو ربما أهداف كمان عسكرية أو بشرية معينة بغيره أو قد بعد في كلمة أو قد يقوم بعمليات ذات طابع أمني داخل إيران ليقول له ما تلعب معي بلعب معك هون. وبنفس الوقت كمان في محاولات الآن لتوجيه ضربات موجعة للإسرائيلي بالداخل جوا بالعمق. وهلأ أنا برأيي وأنا حكيه من نصر كمان رايحين على نقل جديد بالصراع. شو يعني؟ هلأ بالضفة الغربية. شو يعني؟ هلأ أنا برأيي بعشي بكرة نشوف الإيراني أو خط الممانعة أو الكل وجد أنه لابد مقتل إسرائيل أكتر. واللي بوجع أكتر هو الضفة الغربية. عشان هيك في محاولات حسيسة بأي شكل لإيصال الأسلحة النوعية إلى الضفة الغربية. وهيدا إذا حصل من قبل إيران؟ إيران وسوريا. هون بقى البعض بيقول ليش سوريا ساكتة. هي الممر. عشان هيك الأردن بيطلع كل فترة بيقول اشتبكنا مع عصابات لتهريب المخدرات. تشتبك أنت مع محاولات فيه معهم أسلحة صاروخية كبيرة وكذا هول بيهربوا المخدرات ولا في منا سير. خلص يعني الإسرائيلي عارف ذلك والكل وقبله
مع أنه صار في حكي أردني إيراني هلأ لترطيب الأجواء، صار في اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ولاحظ أنت أنه الإيراني ريح عواصم المنطقة، أنه بعد وصار في اتصالات أنه نحن على علاقاتنا الطيبة وخاصة مع السعودية أو مع الإمارات أو مع شيء، مع أنه في تطور كتير خطير. وأنا هلأ أقوله في إنذار إجا للقطري، وفي كم نائب من الديمقراطيين قدموا يعني نوع من الشكوى أو نوع من الاسم للكونغرس بخمس قضايا بيتهموا فيها قطر، اللي هي تمويل أو إقامة قيادة حماس، الدعم المالي لحماس، دور قناة الجزيرة، والقضايا الباقية، وأنه لازم يطلعوا وغيره. لاحظي أنت في حركة باتجاه الدوحة هلأ، فجأة بيجي وزير الخارجية التركي إلى الدوحة، بيرجع بيطلع معه إسماعيل هنية إلى 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 أنقرة. في حكي على أنه يمكن تنتقل قيادة حماس ضمن المشروع اللي عم يعمل إلى 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 تركيا، لأنه قطر ما فيها تحمل هذا الأمر، بالرغم من كل الأدوار اللي لعبتها قطر من 20 سنة إلى هلا، بما فيها تدمير سوريا، بما فيها بليبيا، بما فيها وخدمت الأمريكي، وفيها قاعدة أمريكية العديد، مثل ما فيها كمان قاعدة للأتراك، بعضهم الأتراك وقت الأزمة مع السعودية والإمارات، بعضهم إيه، لكن الأمريكاني ما عنده صاحب، عشان يفهم البعض، ما عنده صاحب. جزء اللي عم بقول لك عنه من محاولة ضرب المقابل كمان، إنه يا قطري ما بقى تقدر تدفع فرنك، ما ممنوع يعني. وبهذا السياق كمان بلش الحصار المالي وغير المالي، وبهذا السياق انقتل محمد سرور، وانقتلوا أربع صرافين كبار بغزة لأنه علاقة بموضوع الأموال اللي بتجي. يعني ده المشروع عم كمل بأوجه كتير عديدة. هلأ لوين منوصل؟ أنا برأيي، بس واحد يحكي يصير العالم تخاف، رايحين على أوسع، بس مش أوسع يعني مش حرب كبيرة. أنا بقول لك لو الإسرائيلي ضرب بالمفاعل كنا هلا نحن بخضم معركه مشارك فيها لبنان وغيره، لانه كمان ما نسر اذا ايران انضربت بالعمق، بمعنى انضربت فورا الجبهه اللبنانيه بدها تفوت بالمعركه الكبرى. ما طب بس شو بتوافقي ما بتوافقي اجر البلد؟ ليش في ليش ناس لا في ناس ما بنوافق يعني، ما يعني في اقليم هيني بهالبساطه نقول ثم جهه حبيبتي يعني تتفرد بقرار سلم الحرب، اي تتفرد ما في شيء اسمه تتفرد. في اقليم قلت لك مشروعين كبار، في اقليم عم ترسم فيه الخرائط الجيوسياسيه، بده يفهم البعض مساله الدخول بهالمعركه اكبر من الساحه اللبنانيه واكبر من هون، في بدأ تنرسم هاي الخرائط. يا أما بتصير في المعادلة اللي ربما قد تكون إلى تسويمات. هلأ بلشوا بعض العرب حتى المطبعين المعتدلين، بالرغم من الإشارات اللي عم تقول إنه الأمريكان ضغطين منيح على السعودية هلأ منشان مسألة إنه عجل بالتطبيع بيكون أفضل، بالرغم من كل هذا الأمر، بلش بعض العرب إنه طب يا عمي طب حرشتونا وطبعنا وعملنا وإسرائيل ماضي ومذابح وكل الهان، وما عم تعطي ولو إشارة للقبول بمبدأ بداية حوار حول مسألة دولة فلسطينية. وشو اللي صار بمجلس الأمن؟ شو اللي صار؟ طب شو عملت الولايات المتحدة الأمريكية؟ منعت أخذ منع حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو أي منعت. نحن قتالنا مع الأمريكي مباشرة والإسرائيلي معه، مع الأمريكي، المشروع الأمريكي. أنا ضد حتى بعض الشباب المحللين من خط الممر عن هزم الأمريكي وأزمته ومأزومه وما عارف حاله شو بده يسوي، لا مكمل مشروعه ولازم تبنوا استراتيجياتكم السياسية والعسكرية والإعلامية والمادية وكل شيء على أساس بعدك عم تقاتل الأمريكي، المشروع الأمريكي بالمنطقة، اللي بعده بسوريا واللي بعده بالعراق. من يحكم العراق اليوم؟ رغم في حشد شعبي، من يحكم العراق اليوم؟ الأمريكي. طيب اوكي، مين بعده متسلط به حتى بقلب البحر الاحمر، رغم انه اليمني شو عمال يعمل؟ وهيدا له علاقه ببلش من قلت لك ضرب هالقوى وصولا الى استشراف، منيحه كلمه استشراف، استشراف المعركه اللي بدها المواجهه اللي بدها تكون مع الصين بعد 10 او 15 سنه، بده شرق اوسط معه،
معه بما فيها الخارطة الإيرانية. هذا بما فيها الخارطة الإيرانية. مثل ما حضرتك تفضلت إنه للواهمين الذين يعتقدون إنه الأمريكي مأزوم والأمريكي مش بده يعمل، الأمريكي مكمل بمشروعه عادي طبيعي. منه مأزوم وداعم للآخر وأمامه المجازر وأمامه صحيح. أمامه كل شيء وغيره بيجي بيعطيك أنت. وحتى لو لا يريد دخول الحرب مين سمح للإسرائيلي بأن يصل إلى هذا الحد من المجازر، من الدم، من القتل، من الشرذمة؟ اللي اللي غبي بالسياسة وما بيعرف يقرأ رد الإسرائيلي بهالطريقة لا يمكن بس على 27، رغم قديش آلموا 27، كان ممكن أسبوع اثنين ثلاثة بالحد الأقصى ومن ثم تبدأ المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى وبيدمر اللي بده يساوي غيره. استمرار مطحنة غزة، تسويتها بالأرض بهالطريقة، تحويلها إلى بقعة تقتيل، دمار. أساسا نعم. تبين أنه هذا الغرب منذ أن وقف غورو على قبر صلاح الدين، مع أني أنا ما كتير بحترمه لصلاح الدين بالتاريخ، وقال له ها قد عدنا يا صلاح الدين، ينظرون لإلنا على أنه نحن جماعة بقعة تقتيل وما قضينا العرب جميعا. وشوفي مرة محمد حسنين هيكل شو قال لما قعد كيسنجر، كيسنجر أول ما إجا على المنطقة قال له نعطوني لأنه هيك ملخص، قالوا له هؤلاء رغم كل المدن اللي بدك تشوفها بالمنطقة بس تزورها، هؤلاء خيمة فيها زعيم قبيلة وفيها حوالي مجموعات من المنافقين، هؤلاء محكومين بهالطريقة وبدك تتعاطى معهم على أساس وهؤلاء ما بيروحوا على حرب ولا بيقدروا. وتعاطى كيسنجر معنا وما زال الغرب يتعاطى معنا على 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 هذا الأساس. فبالتالي هذا المشروع مكمل، وإسرائيل بدها تروح ليهودية الدولة، وهلأ اللي عم يصير بالضفة الغربية كتير خطير، عمليات تصفية بدها تتوسع وتتوسع، عشان هيك قلت لك كمان هني بدهم يبلشوا يبعثوا سلاح للضفة الغربية، لأنه أنت بعد شوي إذا راح لرفح ونفذ اللي بده إياه نتنياهو اللي بده يطوق أن يكون هو أحد آلهة التاريخ الإسرائيلي أكثر من بن غوريون، هذا الزلمة طلع أخطر من بن غوريون، ساعتها بده يتوجه بده تبلش سنة ونص سنتين بالضفة الغربية وجزء كمان مع عرب 48 اللي مهيئين لحتى يجوا لعنا، عشان هيك بيضل شاغل بال الجبهة اللبنانية وبيعمل بالضفة في إنشاء يهودية الدولة، حلم إسرائيل الكبير اللي لازم نتعاطى بكل سقفاتنا على أنه هذا المشروع ما بيطال الشيعي اللي قاعد بجنوب لبنان، بده يطال كل اللي هون واللي بسوريا والغيره. يحوش شو تبين هلأ وين اللي كانوا بدهم ديمقراطية بسوريا وبدنا نعمله وبدنا نسوي وغيره، شو تبين؟ أو بليبيا اللي تقسمت، أو بالسودان اللي تمزق، أو بالصومال اللي كان أول شيء، أو بجعل مصر المحاصرة أساسا. لو كان في عنا نظام سياسي عربي مثل ما كان بالزمان سوريا مصر السعودية لحد الأدنى ما كانت تسترجع إسرائيل تعمل هيك أبدا. لاحظوا شو عملوا بمصر، حاصرين بالمي من عند أثيوبيا سد النهضة وبالجي بس بدهم بيحركوه، وعندهم غرب مصر بليبيا بأي لحظة الإقلاق، وعندهم شوف شو عم بيحصل بالبحر الأحمر وشوف الأزمة الاقتصادية وشوف التركيب السياسي بمصر. هالقد تلعبوا بعمل لك مأزق أكتر. ليش أردوغان ما بيقدر يلعب أكتر كان مع الإسرائيلي؟ بهروء اقتصاديا، وعلى كل حال بيّن بالانتخابات البلدية نحن محاصرين، سوريا تحت القانون أيسر، العراق تعرفي كل الانتاج 70-80 مليار بالسنة تبعوا للعراق المصاري وين بيروحوا؟ بتحولوا على البنوك الأمريكية، تجي الحكومة العراقية بدل وزارة التربية مليار بدهم يقدموا الأوراق ليش؟ وبدهم يروحوا هلا بيسرقوا ما بيسرقوا منهم يصطفلوا يروحوا لتوافق الأمريكان اللي يعطوه مليار من مصرياتهم. العراق بعده مستعمر والقواعد الأمريكية رغم أنه قال انسحبوا من العراق مهزومين انسحبوا من أفغانستان، مش أقول لك يا خيي حاجة نكذب على بعضنا، بعدنا نحن ضمن المشروع الأمريكي عم نتقاتل نحن من سنة 58 لما ورط الأمريكاني السياسة البريطانية بعد أزمة السويس ونزلت المارينز هون بلبنان وبالجاي نحن نتقاتل مع أمريكا.